صباح الخير. Good morning. How to make money from writing articles through internet. Freelancing writing websites that pay writers more than $50 for articles. لو بتحب الكتابة وازاي تكتب وتكسب من كتابتك على الانترنت online writing من بدل ما تكتب على الفيسبوك وبوستات وبتاع وتلم لايكات، لا، حول وقتك لفلوس من خلال هوايتك اللي هي الكتابة. هنا في different websites، في websites about the business، الكارير، المهن، والفاينانس اللي هي الماليات، الاسيز، المقالات، family and brand، parenting، health، lifestyle and general interest، teach او technical، travel and food، writing tips for successful pitching، previous boss related bosses، 10 of the best travel blogs to share your fascinating story with 10 paid pottery لهواية كتابة الشعر طبعا، والكريبتوكرانسي او السايبر سايبوتوكرانسي jobs for writers in paying markets. دي الفئة الاولانية اللي هي الخاصة بالبزنس. كل دي ويب سايتس، يعني انت لو دخلت في الويب سايت ده هيفتح لك هنا، ده ويب سايت خاص بالبيزنس. احنا طبعا مش هنشوف اهو، شايف، تعمل ابلكيشن وتخش. ده برضو ويب سايت تاني خاص بالسي او 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 اللي هو رؤساء المجالس الادارة وشركات، فالسي او او interesting story about، يعني اكتب بقى وخش واعمل ايه، submit your story. احنا ده الموقع التاني. موقع كمان عن الفريلانس موم، ده بيدفع من 75 ل $100 على البوست الواحدة. مهم يكون البوست اوريجينال طبعا، ما تكتبش قبل كده في حتة تاني، وبرضو هيبقى عندك restrictions انت كده بتقدرش تنشر خلال فترة معينة بعد ما نشرته في المكان دوت. اهو كل واحد وليه الرولز بتاعته والستيبس اللي انت هتخش فيها، how to submit your post، وربنا يوفقكم. احنا كل ده بنتكلم في الفئة الاولانية اللي هي البيزنس. تعال نخش على الفئة التانية اللي هي الاسيس، المقالات. ده موقع خاص بالاسيس اهو، وعمال يحمل. هتلاقي فيه برضه موقع تاني اسمه لايت هاوس، برضه عن الاسيس او الكتابة باللغة الانجليزية، المقالات الانجليزية. ده بعد كده الفاميلي والبيرنتنج، ده حلو جدا للاسره. والفاميلي اهو، ده احنا قلنا اللايت هاوسنج ده اللي هو بتاع الارتكلز اور الاسايز، سوري الاسايز اهو. يو كرييت يور سبمشن هير اند ابلكيشن اند زين، اف لو هم وافقوا عليك هتبعت لهم الاساي اهو. هنا برضو والفاميلي، ازاي تهتم باطفالك، عندك بيج اكسبيرينس تقدر تكتب في المجال دوت، حلو جدا اهو. ده الفاميلي، احنا قلنا الفاميلي، احنا كده وصلنا الفاميلي. بعد كده الهيلس، الهيلس لو انت مهتم بالهيلس وازاي عندك اكسبيرينس عن الهيلس والميديكيشن والبايوميديكال والحاجات، كل السيستم دوت على الهيلس، تقدر تشترك وتقدر تكتب هنا الاكسبيرينس بتاعتك في شكل articles وتكسب منها. lifestyle and general interest، book browse، daily list، backpacker، get abstract، ده موقع تاني اهو. يبقى دوت لسه ما حملش، ده احمل برضو، احنا قلنا ده بتاع articles هنقفله خلاص. هنا الهيلث، هنا lifestyle اهو، right to get abstract اهو. موقع حلو جدا، انا هحط لك اللينك دوت وهحاول انسق لك على قد ما اقدر في الترافل اند فود رايتنج. طبعا ده كميه كلمات كتير، اكتر من 5000 كلمه، مش هينفع اخدهم كلهم، فانا هنسق لك اللينك دوت واحطه لك في الفيديو. شكرا لاستماعكم، ما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وعشان كمان تشجعنا ونوصل ل 10,000 سبسكرايبرز. اكتب تعليق وشير الفيديو لو عجبك. احنا مختصين مثلا في حاجات متنوعه ومختلفه، منها المسابقات،
منها المنح الدراسية بره مصر، منها في الخارج يعني، منها المدارس الانترناشنال والمدارس اللي هي بتقدم خدمات وفرص للطلبة، زي مدارس التكنولوجيا، زي مدارس غبور، زي دون بوسكو، زي مدارس الدهب، زي مدارس المتفوقين اللي هي ستيم سكولز. كل المدارس دي احنا بنكتب عنها ومواعيد اختباراتها، بنكتب برضو عن البرمجة، مهم جدا طبعا بنعلم البرمجة اونلاين. وكمان احنا بنتكلم في الاديوكيشن، كمان في حاجات في التكنيكال وازاي تصين الاجهزة والمعدات. شكرا جدا لاستماعكم.